بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نستكمل الـ higher order differential equation وحل الـ homogeneous part بتاعنا اللي هو اول طريقة distinct real roots. اتنين roots عندك مش بيساوي بعض زي ما بفكرك. لو متفرجتش على الفيديو اللي فات هتلاقيه موجود في معاك في السلسلة. طيب هنا مديك equation قلنا من الـ higher order من ايه؟ من order 2 زي ما انت شايف. متعرفش يعني ايه order تقدر تشوف في الفيديوهات اللي قبل كده. مطلوب منك ان انت تجيب الـ general solution بتاع الكلام ده. هو فكرك بقولك احنا قلنا قبل كده ان هيبقى الحل بتاعك هيبقى على الصورة دي الـ C1 الـ M1 اللي انت من الجذر الأول C2 M2 اللي هي الجذر التاني. فانت أول حاجة أول طريقة أو أول خطوة في طرق الحل اللي انت تبدأ تجيب الايه؟ تجيب الـ auxiliary equation. ده اللي هعمله. هبدأ اشيل ده كل ده ايه واحط بدلها امات، بدل الواي خليها ام، يبقى M2 عشان انا ايه order 2 M1 وهنا ايه مفيش اي اشتقاق فمفيش اي رقم. تقدر تحل دي بالآلة او بالقانون العام، فهيديك عندك هيبقى 2 براكت هيبقى كام ام ناقص 2 وام زائد ايه 3 يساوي ايه 0. فانت كده دول ايه هيبقى انت كده عندك ام بتساوي 2 وام بتساوي نيجاتيف 3. تبدأ تحط دول في طريقة الحل هتبقى ايه ايه او سي واحد ايا كان اي باور ايه ادي الام الاولانية وادي الام التانية يبقى كام اي اس 2 اكس و بي او سي 2 اي اس كام سالب 3 اكس. بس كل ده طريقة الحل طبعا الاي والبي ده ايه كونستانت او ايه سي 1 سي 2. شكرا.